مصر بلد الميت مليون مصري، ناس طيبين بسطة وقريبين لبعض، عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس والعياذ بالله ما يفرقش معاهم لا ضمير ولا ناس ولا بلد. احنا نشد سلك ولما المفتش يعدي نبقى نشوف له سكة. هو الواحد يوقف العداك شهر ولا حاجة؟ مش فارقة. مش فارقة؟ لكن نفسك انت وهو بتسرقوا الحكومة؟ لا، انتوا بتسرقوا حق الغلبان في تعليمه وصحته ولقمته. بص في المراية انت وهو وحسوا باللي بتعملوه في الناس. بلدنا صحيح فيها 100 مليون بس ما هيش سايبة. الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره ولا تعبان يزيد تعبه، لازم تعرف ان ربنا زي ما سترهم برضه هيكشف سترهم وغشهم. فسادهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية.